الآن من تتخطى وتبدأ البداية لهذا الشوط وسيارة هذا الشوط المركز الثاني. نشاهد في هذه اللحظات في المركز الثاني الغربية تعود ملكية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات النصيبة تتواجد في المركز الثالث، تعود ملكية لسيف بن مظفر بن محمد العامري. أما المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام هذه المجهولة أو هملولة، وصلت وخذت المركز الرابع لعبد الله بن مبارك بن عية الشامسي من تتواجد وتحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس وصول من هملولة تعود ملكيته كذلك لسعيد بن ناصر بن زيرة المري، كذلك من أحد الأسامي المشاركة والمرشحة بقوة لنيل هذا الفوز. المركز السادس وصلت الطيارة تعود ملكيته بن هيام بن حمد بن هيام بن سالم بن ركاض العام أو بن هيان العامري، هو من يصل الآن ويحتل المركز السادس في هذه الأثناء مع وجود الطيارة. المركز السابع سلهودة لراشد بن خميس بن كراز السبوسي يأتينا ويحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن يتواجد فيه سعيد بن محمد بن حسين الخاطري ليقدم غزلان على المركز الثامن. والمركز التاسع شعار بن حضيرم يتدخل مع الشاهينية والملكية البحياب مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي. أما المركز العاشر في هذه اللحظات تقدمت من خلال هذا الله يا مشهورة لا زالت مسيطرة على المركز الأول، مشهورة سعيد بن عبيد المزروعي في المركز الأول وهملولة في المركز الثاني، عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي مع وجود هملولة في المركز الثاني، والفزيرة في المركز الثالث مع هملولة، ولكن مشهورة مسيطرة، مشهورة مسيطرة وهملولة لا زالت ومشهورة مشهورة في المقدمة. سعيد بن عبيد المزروعي الله يا المزروعي، أهالي الوثبة 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 عند المزروعي في الوثبة في صدارة هذا الشوط في تحدي هذا الشوط. المزروعي بالفعل سعيد بن عبيد المزروعي من قدمه مشاهدينا الكرام بو محمد هنا مشهورة في هذا اللقاء وفي هذا التحدي لتهدي الفوز والناموس لمالكها مع وجودها على خط البداية وعلى خط المركز الأول وعلى خط الناموس. تهانينا. المركز الثاني هملولة عبد الله بن مبارك بن عي الشامسي، المركز الثالث هملولة لسعيد بن ناصر الفزير المري، المركز الرابع الطيارة هيام بن حمد بن هيان العامري، خامس الزعفران لعبد الله بن حمد بن نصر العامري. مشاهدينا الكرام من وصل واحتل المركز الخامس في نجاح هذا الشوط. هكذا أيها الحفل الكريم كانت النتيجة الحاضرة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، ولكن عودة إلى لحظات البداية وعودة إلى لحظات الخط الزمني ولحظات وصول مشهورة ومن تابعها من خلال هذه الهجن الأصائل التي سارت بتحركات 9:23.7 من الثانية، التوقيت الأفضل والأجمل في انطلاقة هذا الصباح حتى الآن. تهانينا سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، بينما المركز الثاني وصلت هملولة ب 9:26.2 من الثانية. تهانينا لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي على فوز هملولة بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي وصلت هملولة كذلك سعيد بن ناصر بالفزير المري ب 9:26.7 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لكل الاخوه الفائزين مشاهدينا الكرام والحاصلين على المراكز الاولى المتقدمه.